تعرفوا ان في حاجة بسيطة قوي كتير مننا بيعتبرها ملهاش اهمية لكنها فضل كبير جدا عند ربنا؟ توقعوا هي ايه؟ جبر الخاطر. اه يا جماعة، جبر الخاطر، مستغربين ليه؟ والله جبر الخاطر ده ليه فضل كبير جدا عند ربنا. اجبري بخاطر اللي تعرفيه واللي ما تعرفوش، قولي لمامتك انك بتحبيها، وقولي لصاحبتك انك بتحبيها، وانت ماشية في الشارع بتسمي للناس، ده حتى تبسمك في وجه اخيك صدقة. متخيلة كم الحسنات اللي اخدتيها لمجرد بس انك ابتسمت لحد وانت ماشية في الشارع؟ ما بالك لو قلت لحد كلمة حلوة جبرت خاطره. تخيل انك عاملة حاجة كويسة وحد من صحابك شافها قال لك الله ايه القمر ده، اللهم بارك، جبر بخاطرك، فهتتشجعي انك تعملي احلى واحلى. حد تاني قال لك لا مش حلوة، كسر بخاطرك، هتقولي خلاص انا لا هعمل حلو ولا هعمل وحش. تعرفوا ان جبر الخاطر بيأثر جوانا حتى لو مش بنقول، حتى لو مش بنبين، بس والله يا جماعة بيفرق، جبر الخاطر بيفرق. تعرفي انك لو بتحب حد وقلت له كلمة حلوة جبرت خاطره هيحبك اكتر واكتر؟ طب تعرفي ان لو حد زعلان او مهموم من حاجة وقلت له كلمة حلوة ممكن تمحي زعله؟ نجبر بخاطر بعض يا جماعة، وما نكسرش بخاطر حد حتى لو مش بنحبه، حتى لو بدون قصد، نحاول بقدر الإمكان إننا ما نكسرش بخاطر حد.